بك سي رشيد، وكنشكروا كانال ام دي ام 24 على قبول ديالو الدعوه لتغطيه هذا الحدث. كما كتعرفوا البنك الشعبي موجود في اوروبا هذه تقريبا 4 عقود، وعلاوة على الخدمات المصرفية اللي كيقدم البنك الشعبي هناك أنشطة سوسيو ثقافية، أنشطة رياضية اللي كنحاولوا كما قلتي نخفوا شوية هاد الغربة على المواطن المغربي، ونخلقوا شوية د الفرحة اللي محتاجين ليها في هاد الظروف. وخصنا كبيرة وخصنا صغيرة المغرب من طنجة حتى لبويرة في خطوط الموعد. وشكرا كنشكر الناس اللي سهروا على هذا الايفينتون باش تكون ناجحة في حالنا ونلقاو في الدور. وتحية خاصة للبنك الشعبي المغرب، تحية لناس كازا خاطر كاع المغاربة أونجينيرا. اول حاجه اللي كنبغي نعلن عليها هي ان البنك الشعبي وصل مليون زبون في المهجر، يعني صراحه رقم كبير وكبير بزاف. حنايا كيشرفنا ك ك ك ك كأطر بنكيه، وفي نفس الوقت هي مسؤوليه كبيره باش نواصلوا العمل مع ابناء الجاليه المغربيه باش نحاولوا نواصلوا تحسين الخدمات. وكيدل على الثقه الكبيره اللي كيوضعوها فينا الجاليه المغربيه في المهجر. رقم كبير وكبير بزاف كما كنقول لك، اللي كيحمسنا وكيشرفنا وكيدعونا للمزيد من العمل. ان شاء الله الجديد ديما كاين، مادام حنا خدامين ديما كاين الجديد. ان شاء الله قريبا غتكون غنعملوا غننظموا واحد النشاط رياضي في مدينه تطوان. غيهبطوا ابناء الجاليه المغربيه من اسبانيا اللي الاغلبيه ديالهم يعني نزادوا هنا في بلد المهجر، وبغينا نهبطوهم باش يشوفوا بلادهم باش تبدل لهم الفكره، لان كما كنقول لك بزاف خلقوا هنا وكبروا هنا، يهبطوا يشوفوا بلادهم يشوفوا التغييرات الجذريه اللي كيعرفها المغرب. بشراكه مع فريق المغرب التطواني اللي بهذا المنبر ديالكم سي رشيد كنشكرهم بزاف على كما كنسميو على بري ديسبوزيسيون ديالهم من اول لحظه، وخليوها مفاجاه ان شاء الله اللي غتبان عما قادم. سي رشيد، البنك الشعبي كما قلت لك سابقا يعني علاوة على الخدمات المصرفية كنحاولوا نقوموا بأنشطة رياضية، أنشطة ثقافية وأنشطة اجتماعية في جميع الدول الأوروبية اللي احنا متواجدين فيها. اليوم كانت محطة مدريد، صراحة كان حفل في المستوى، حفل كبير. كنشكروا بزاف للفنان العالمي ديالنا احمد شوقي ولا الشاب رايان اللي صراحه خلقوا البسمه والبهجه والفرح في سرور الجاليه المغربيه. الناس كانت متعطشه
ومحمسه نهاد 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 اللي نسميه انا نقدر نسميه عرس فني صراحه بكل المقاييس. كان تنظيم عالي في المستوى، الحضور حتى هما عطى واحد الصوره طيبه بزاف على الجاليه المغربيه. تلقيت تهاني من الناس مسرح جويس لابا اللي هنونا على التنظيم وعلى قولوا الرقي الثقافي والاجتماعي للحضور اللي كانوا، اللي صراحه عطى واحد الصوره مزيانه ومزيانه بزاف. يا زينب ولي لواه ولا لا.